السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، بارك الله فيك. مرحبا أخي الكريم. نعم، نعم، لا ما قلتش خليك تذكرني. ذكر، شوف ارسل لي اسم رساله، شوف ارسل لي ميساج وفيه الاسم، بارك الله فيك. صحيح، هي هي تمزوج تمزوج. شوف ارسل لي رساله ان شاء الله، فهمتي؟ فهذا لا تسلية في الرقم الآخر، رسالة عادية. صافي، لي أي هذاك؟ نعم هذاك. صافي، أرسل لي الاسم وذكر لي الشيء اللي قلتي لي، وأنا نحاول ننسق الأمور، نقاد الأمور ونتصل بك إن شاء الله. سلام، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، مهما اجتهدت في الاتصال يعني بالمكالمات، ومهما اجتهدت في إيصال معلومات عن عالم الجن والشياطين والرقية الشرعية والعلاج الصحيح، مهما اجتهدت في أن أكون بإذن معلما ومرشدا في هذا الباب، فإني لن أوفي الباب حقه، ولن أوفي الإخوة والأخوات على محبتهم ومتابعتهم حقهم، وهذا حق وجب أن يقال. لأن الذي يسير في هذا السير ويعرف المعلومات الكبيرة في هذا الباب والمسؤولية العظيمة في هذا الباب، يريد بما أوتي من قوة أن يوصل ما استطاع إلى الناس، لأن يقف على أنا أقف على أسرار البيوت، وأقف على معلومات خطيرة عند الأفراد وعند الأزواج وعند الأسر، وهناك ما تبقى حبيسة الصدر لا يعرفه أحد، وكل واحد يشكو لي ربما أسرار يريد أن تبقى في طي الكتمان، فأعلم أشياء ستجعلك تجتهد أكثر فأكثر. لكن أنا الذي أريده هو أن المعالج حينما يصل إلى الخبرة وإلى التجربة الكبيرة، دائما أؤكد على المسألة أنه يحتاج إلى الجو الذي يساعده في حتى يعطي أكثر. وسوف ربما أحكي لكم شيء لا يخبركم على بال، أنا دائما أريد أن أخلق جو لنفسي حتى أضبط السير في باب الرقية. وربما كلمة أقولها لا يعرفها الناس، ما يسقط على رأس هذا الرجل أمامكم لو كان إنسان هش وعادي، ربما تاه وضل أو انتكس أو ربما تغير وتحول، أو ربما على الأقل تبدل طباعه أو همته، فلا يقبل الاجتهاد. وعي ما أقول، يقول لماذا أنا في هذا السن الآن وأبقى أحارب جن وشياطين وأركز على اجتهادات، في حين أن في المقابل أن تكون هذه الاجتهادات يعني خاصة بي أنا وحدي مع أفراد قلة، وربما تجني إذا كنت تريد المال تجني من ورائهم مالا أكثر فأكثر، وربما لن تضع قدمك في المغرب أصلا. وأنا أعي ما أقول جيدا، على الأقل تبقى في الخليج، أضعف الإيمان أنك تبقى في الخليج. سوف تزور السعودية أكثر من مرة في الشهر، تزور قطر والبحرين والكويت والعمان، وأنت تزور هذه البلدان معزز مكرم، ترفع لك القبعة والإعلام والفنادق
الاحترام والتقدير والمال. وانا هاي ما اقول. وعندهم اسحار خطيره جدا، وعندهم عين وحصد قوي جدا، ويريدون الكفاءات والخبره ويقدرونها. هذا هو المشكل، يقدرون الخبره ويقدرون الكفاءه ويقدرون النتائج. هؤلاء يقدرون النتائج صراحه، وانا هاي ما اقول. فانت ماذا تريد في هذا البلد حبيب؟ انت تريد فقط ان من يقدر هذا الاخلاق التي عندك، وهذا المنهج الذي تسير عليه، والرؤيه التي تريدها لباب الرقيه الشرعيه. لان احنا ما نتكلم عن الرقيه الشرعيه، نتكلم عن علاج، عن طبي، هو علاج شرعي ودعوه الى كتاب والسنه. نتكلم عن علاج الناس، نتكلم عن مساعده الناس، نتكلم عن دعوات الى انقاذ الانس والجن، فيها احياء ارواح، في علاج امراض المستعصيه، فيها اشياء لا تخطر على بال، فيها إحياء لجيل قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كم من امرأة مطلقة سوف تنقذها، أو كادت تطلق، كم من امرأة أرملة تنقذها، كم من امرأة كادت تموت وتبترساقها أو سأثديها، كم من إنسان قد جن وذهب عقله أو ماله، أو ربما يسجن بالديون وأنت تنقذه لأن الجن السبب أو العين الحسد. فأنت تجتهد بالليل والنهار مع ما عندك من أمور خاصة، وهذا هو الذي لا يعرفه الناس. كيف لك ان توصله الى الناس؟ هذا العبد الذي يجتهد يوميا ويلقى ما يلقى في الكواليس، المشكله انك في الكواليس يوميا تجد اشياء عجيبه غريبه لا يعلمها الناس، الناس لا تحيط بها، وانت بعيد كل بعد، ما قدمت فيها الا خير، لكن تجد نفسك لا بد ان تحل مشكل لفلان او فلان، مشكل علان له علاقه بساحه او بواقع او بمجتمع او برقيه او باسره، وانت داخل في هذا الخلاط، في هذا اليم، كمنقذك، معالج، كطبيب، لا بد أن تكون لك البصمة بإذن الله تعالى. إذن هناك أشياء كثيرة دائما أقولها وأكررها أحبتي في الله، أن لا بد أن نجد على الحق أوانا. والشيء الآخر الذي أنا خرجت به كقاعدة، أن الذي يريد أن لا يجرح الآخرين يجرح، الذي يراعي لإحاسة الآخرين يؤذى. لماذا نحن هكذا؟ الله المستعان. الذي دائما يراعي للناس يعني يصل به الامر انه يؤذى، حتما سيؤذى. الذي لا يريد ان يجرح الناس ولو بنظره، سبحان الله يؤذى. ونتعجب لماذا واقعنا للاسف الشديد العربي والمسلم في هذه الصفات. صراحه نتعجب. والله انا اعجب، يعني صراحه الناس ماشي بحال بحال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. الناس معادن، يعني فيهم الصالح والطالح والابيض والاصفر والاحمر، فيهم الجيد وفيهم السيء، فيهم الخير وفيهم صاحب الشر، فيما اجتمعت فيه صفات، فرقت فيه صفات، والله المستعان. لكن كلمتي انا اوجهها لاحبتي في الله، لا نريد لن نكون أرقاما عادية، لأن الأرقام العادية كثيرة في الرقية. الأرقام العادية هي كثيرة في الرقية، هي كن أو لا تكون. الإنسان لا بد أن يكون مميزا في أخلاقه، ومميزا في سره وعلانيته، في صفائه ونقائه. أرى من اللؤم أنك تعض الذي تمد إليك، أرى من الشؤم أن تبقى على كرسي متعار أنك في يوم ما جرحت اليد الذي كان تحنو عليك. هذا كلام لا أوجهه لأفراد، أنا أوجهه بشكل عام بخلف التعميم في التعيين. علينا أن نحسن إلى من أحسن إلينا، وأن نراعي قدر من تفضل علينا. لا بد أن نكون فعلا نقدر المعاملة الطيبة للأخيار قبل أن يولوا مدبرين، قبل أن يولوا مدبرين. أنا أقولها لا بد قبل أن يولوا مدبرين. أحيانا تكون بيدك النعمة وأنت لا تقدرها حتى تنبني يديك بأسباب كثيرة: سوء الظن، العجلة، الطيش، التهور، الاندفاع، حب التملك، الأنا، أسباب فيها
عدم اتزان تجعل من الفرد يسيء إلى من يحسن إليه. لهذا أنا أوصي دائما أحبتي، تعلموا تكونوا ثقال، لا تتعجل في القرار ولا تتعجل، ما تذلبش فردك الفعل. وقرارك الآن ليس هو قرارك بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. إياك أن يغلب عليك الطيش والجهل. عندك كما يقول المغاربة تكون مدينة، تسمع هنا تصدق تأخذ قرار، تريث، تعلم أنك تكون ثقيل، لا تسيء أبدا إلى الناس حتى بالظن، إياك والظن السيء. الناس الآن في هذا الزمان كثرة المشاحنات الآن، سواء بين الأصحاب والأصدقاء والأقارب والجيران، سببها الكلمة تقال هنا وهذا يزيد فيها شيء، وهذا يزيد فيها شوية، وهذا حامل عليه حقد يزيد فيها بهارات شوية، هذا يزيد فيها العطرية شوية، هذا يزيد فيها توابل شوية، فتصبح هذه يعني لها رائحة تصل إلى آخر الشارع، ظلما وزورا. يساء في عرض فلانة ويساء إلى عرض فلان وسمعة فلان وسمعة فلانة، ويبدأ يتغير قلب فلان على فلان، فيصبح عنده كأنه شيطان، أو عنده منافق، أو عنده انتهازي، أو 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 أو. للأسف الشديد هذا واقع، للأسف الشديد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما لم نتعلم كيف نتريث، لم نتعلم كيف نأتي بالبينة والحجة، لم نتعلم كيف نصبر، شدها عندك واسترها حتى يتبيك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى تفهم الأمور حقتها. كم أسيء إلى أفاضل بالكلمة بالوشاية الكاذبة، كم أسيء إلى فاضلات عفيفات. لهذا جزاكم الله خيرا، ديننا يعلمنا كيف نقدر قدر الكلمة. الكلمة هذه تدخلك الجنة وقد تدخلك النار. الله يجزكم بخير، نتعلم كيف نحسن إلى الناس. إذا صاحبنا بصفاء، إذا آخينا بنقاء، لا بد أن نتعلم كيف نكون بإذننا مع بعضنا البعض، لا بد أن نتعلم كيف نكون بإذن الله عز وجل مع بعضنا البعض بكل ما أوتينا من مشاعر حقيقية، خالية من الخداع، خالية صافية من الشوائب، من المصالح. لأن علاش أنت غتصاحبني وأنت كتنافقني؟ لماذا أنت تلاصقني وأنت فقط تريد منفعة قاصرة؟ جي عندي وقل لي بغيتك بسلامة. لماذا أنت تسير معي في السير وتبيت وتضمر نية سوء لأيام وأعوام؟ أما تعلم أنك تؤزر عليها، عليك وزر وعليك إثم عليها؟ أنا أعجب من حال بعض الناس، والله أنا أعجب من حال بعض الناس. أنا لا أستطيع أبدا، الحمد لله لا أقدر، والله وبالله وتالله ما رافقت إنسان يوما من المصلحة، ولا أستطيع. ولو كان لمصلحة لكنت مع الأغنياء ومع الوجهاء ومع عية القوم يلتمسون، نجلس معهم ونتكلم مع فضل الله تعالى ونزورهم وبفضل الله تعالى، لكن نحفظ لك واحد هيبته واحترامه، لكن كنشدوا قرنا ما نبغيش يظن بنا ظن السؤال انا باغي المصلحه وباغي المنفعه وكذا، بفضل الله عز وجل. بل نتقرب الى من دوننا كي نساعدهم وندعمهم ونعينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن عيب هذا لمن هو يقول يكون مثلا في مقامي او قدري او قريب مني او اقل مني، أنا حينما ألاصقه أو أجاوب صاحبه، وإن شاء الله أني أرجو بصحبتي منفعته ولا منفعتي، أشهد الله على هذا. سواء كان صاحبي، كان جاري، كان سيبي، كان خويا، كان قريبي، كان يتعامل معي، خدام معي، دائما أنا في نيتي أنه ينتفع مني أكثر مما أنا قد أنتفع منه، ومنفعتي معه هي المحبة، هي الأخوة الصافية، لا أرجو منه ولا درهم ولا دينار أبدا، ولكن أرجو دائما أن الآخر ينتفع مني، أرجو دائما أن الآخر ينتفع مني، هكذا وجب أن نكون.
لابد ان نصاحب الناس على انهم ينتفعون منا، ماشي نتصاحبوش وينتفع مني. تكون هذه النيه حتى تؤجر باذن الله، يرفع لك القدر عند الله سبحانه وتعالى. لكن عيب انك يصاحبك انسان وهو يغشك في صحبتي، يغشك في صحبتي، يخدعك وينافقك في صحبتي، يخادعك في صحبتي، يريد ان يدمر. هذا ليس من شيم من مروءة المسلم، ليس من اخلاق المسلم. فنتعلموا كيفاش نكونوا باذن مع نسابنا مزيان، مع ازواجنا مزيان، مع ابنائنا مزيان، مع والدينا نكونوا مزيانين، مع جيراننا مزيانين، في العمل نكونوا مزيانين. هذه ليست كلمة نعيم ربيع، إنما هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه دائما يفكر كيف ينتفع الآخر منه حتى وإن كان عدو له، حتى وإن كان يخالفه في الدين، حتى وإن كان يسبه ويؤذيه، لكنه دائما صلوات ربي وسلامه عليه معطاء يعطي خيرا نقيا تقيا صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد ان نرتقي في الانسانيه، ونرتقي كذلك في الدين، نرتقي في السنه، نرتقي في الكتاب، نرتقي في اتباع هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الكلمه قلتها، الكلام ذو شجون، ولبيتك في الاشاره، وتعميم خير من التعيين، وتوضيح الواضح اسم المفضحات، والله المستعان. لكن اعلم ان طيب القلب منصور، طيب القلب صاحب النية الصحيحة، حتى هي شوف اقسم بالله اللي يغش ومنافق يخادع ايام معدودة لا يعلو قدر ابدا. اللي صافي وصادق الله عز وجل الذي يثبت غرزه ويرفع كلمته ويعلي قدره، خذوا قاعدة. الطيب منصور، الصادق منصور بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا تجزع ولا تحزن، الله عز وجل مع أصحاب النفوس الطيبة والقلوب الطيبة والنية الطيبة والعمل الطيب. هذه كلمة أحببت أن أوجهها للأحبة في الله عز وجل، تآخوا بصدق وتحابوا بصدق إن شاء الله تعالى، والحمد لله. أما من جهتي فإني كما بدأت الكلمة، مهما صنعت، مهما قدمت في باب الرقية، فإني أقر وأعترف بالتقصير، لأني أرى أني من واجبي أن أبين الكثير وأن أعلم الكثير وأن أنصح وأن أرشد وأن أعالج بإذن الله ما استطعت الكثير، لأن يعني هذه مسؤولية وأمانة، الله الذي استعملني في هذا. هذا الأمر ما تعلمناه في الجامعة، وما تعلمناه عند مشايخ، تكونوا صالحين، ولكن أخذنا بفضل الله جل وعلا علما نافعا وكتابا وسنة، لكن اجتهاد الرقية الذي علمنا إياه ربي سبحانه وتعالى. فأنا أرى وكلما اجتهدت في الرقية وطال العمر في الرقية وكثرت الحالات في الرقية ووصلنا إلى نتائج في الرقية، بفضل الله علمنا أن هناك أسرار لم نحط بها أو لم يحط بها الناس، وعلم أن من الواجب أن يفقه الناس قدر العلاج بالكتاب والسنة. سبحان الله. لهذا أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، اصبروا علينا، نرجو أن نعلم الكثير وأن نبين من الكتاب والسنة الأمر الكثير، وأن نرتقي في القرآن والسنة في العلاج بالرقية الأمر الكثير، وسنصل إلى هذا بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى. أنا على اتصال بكثير من الأخوات من أوروبا ومن الجزائر ومن الخليج ومن المغرب، وأسمع نقاط كثيرة، وسبحان الله أقف على أحوال غريبة وعجيبة، وتأتيني بفضل الله جل وعلا أفكار طيبة ينتفع بها الأسر، تنتفع بها الأسر والأفراد. لأن حينما تسمع إلى شكايات البيوت وشكايات الأسر، تستمع إلى معاناتهم بالليل والنهار، تقف على
برامج تشت أنها سهلة لكن كانوا يغفلون عنها. هذه البرامج بعض المعالجين يجعلونها في برمجة أو في برامج تباع، لكن نحن الحمد لله نقدم هذا مجانا بفضل الله عز وجل، ونراه من الواجب، مفهوم؟ بل وعجبت حينما أنا أتواصل مع الناس وأجيب عن المكالمات سمعت حقائق في علاجات ما أنزل الله بهم من سلطان. سمعت أن الناس فعلا تبحث عن العلاج بأي وسيلة. هناك من استغل الساحة والميدان واستغل الفرص فيقتنص هنا وهناك ويدعي ما ليس منه ويلبس لباس الزور أنه معالج محنك. وهناك وصفات تباع بأثمنة خيرية لا 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 علاقة بالرقية ولا علاقة بالعلاج. وأصبحت أرى سبحان الله يعني الجلسات كيف تحاك وتنظم جماعية للنساء والرجال دفعة واحدة. أصبحت أرى أن في هذه الفترة الآن في الرقية أصبح الاجتهاد على العلم الروحي كما يزعمون، وعلى الروحانيين كما يزعمون، ومن يستعين بالجن، وأصبحت موضة الآن. يعني الآن حينما أتجاوب مع الناس أقف على واقع الرقية في البيوت وفي عقول الناس في ثقافة الناس وكذلك في المجتمع عند كثير من المعالجين في المغرب أو خارج المغرب. وبصفتي أنا راقي وأعرف ما هي الرقية وأعرف ما هي الجن والشياطين وأعرف تباع الناس وحول الناس وحول الرقاه، فحينما أسمع أكاد أصدم مما أسمع، أكاد أصدم من البرامج، من عدد الجلسات، أكاد أصدم من طريقة العلاج، أكاد أصدم من التشخيص، أكاد أصدم ما يعانيه المرضى حقيقة. فيصبح أحيانا ذاك المعالج ثقله أكثر من ثقل الجن والشياطين، تصبح قراراته اكتئاب وضيق وهم وغم، والخروج من جلساته فشل وعجز وضعف يزيد الطنب له. أصبحت أرى عدم وضوح عند كثير من المعالجين أنهم الآن اقتحموا باب الرقية وليس لهم إلمام بأبجديات وأولويات العلاج الصحيح، لا يفرقون بين ضربات القلب وضربات نبض الجن. سبحان الله، وهذه مسألة خطيرة جدا، لا يفرقون بين نبض الجنين ونبض الرحم والعاشق المتوارى في الأجنة أو في الأوراد، لا يفرقون بين المس الجزئي والكلي، لا يفرقون بين من يتلبس بالعين وبين من يتلبس بالعقل والرأس. سبحان الله، لا يفرقون بين الديانات والإشارات، لا يعرفون كيف يستمعون للناس، لم يصل إلى مستوى أنه يستمع إلى المرضى، هو لا يريد أن يصل إلى هذا المستوى أصلا. وتجد أنهم يعطون الهالة في الفيسبوك وفي الواتساب وعلى القنوات، والناس سبحان الله ما تفيق إلا بعدما تكون قد تواصلت. وهناك من أصبح عنده برامج لإرسال الأدوية والعلاجات والاستشفاء عن بعد، فتجد أن عنده مجموعة من الخيوط كالأخطبوط يرسله هنا وهناك، لكن أين هو العلاج؟ الإشكال. وهؤلاء لا يعطينا دروس ولا يعطينا قنوات ولا يعطينا إشارات، بل في خفاء، في خفاء سبحان الله العظيم. وتجد أن الناس يتناقلون أرقامهم ويتناقلون أحوالهم ويتصلون بهم، فما يفيق أحد منهم إلا بعدما يجد نفسه قد ضاع في طريق العلاج بل ووقع في الشركيات. وهذه المصيبة، أنا أؤكد على الروحانيين الذين يزعمون روحانيين، يقع في الشركيات، يقول اسم أرسل لي صورتك، اسم أمك، اسم والدك، أرسل لي لباسك، أرسل لي أثر من مالك، سوف أجذب لك الجلب والمحبة، سوف أصنع لك في 4 أيام القبول، سوف أرجع لك المطلقة والحبيبة. وأصبح الناس لأنه صاحب يتكلم بالقرآن أو بلحية أو يكتب أسماء عليه السنة في الفيسبوك أو كذا، الناس تتسارع إليه وتظن فيه خيرا، مع أن قوله باطل وأن منهجه باطل وأن علاجه باطل. سبحان الله العظيم، منهم من أصبح يشترط على الناس
عنده أقمصة ويقول للنساء تعراو ولبسوها. هذا سمعته من كثير من الأخوات، وتلبسها وكتعرى وكتلبس، تقول لك لا لأنه سوف. كثير من الناس قالوا لي ذهبنا عند معالجين فيتكلم معي ويصعد إلى مكان آخر، وهي من طريقة حساب أو استعانة بجان وهذه أمور. كثير من الناس قال لي حينما كان يرقي كان يتمتم ويتكلم بكلام نفهم لا يفهم معناه، أو اسم جان أو شيطان، وهذه أمور خطيرة جدا. الناس، كثير من الناس إلى الآن أقولها يقعون في 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 مطب عظيم، ويزيدون من 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 الإصابة سوءا وقوة، لأنهم ما أعطوا للعلاج حقه للأسف الشديد. ولهذا أنا أوصي الأحبة في الله عز وجل، لا بد من الأخوات أنهم دائما يشيروا إلى هذه النقاط. ما هو المعالج الطبيعي، المعالج الشرعي، المعالج الصحيح؟ لأن أولى خطوات العلاج أنك تقف على معالج يخاف الله، معالج صحيح عنده منهج صريح واضح الكتاب والسنة، لا يستعين بشركيات وبكفريات وخزعبلات، لا يقعك في مطبات، يعرف كيف يشخص تشخيصا حقيقيا. الناس الآن خاصة الحالة الصعبة تحتاج إلى من يساعدها في التشخيص. أنا أقول وأدين الله أن كثير من الناس يحتاجون فقط من يضعوا على السكر حقيقيا. كثير من الناس اجتهادهم عظيم واجتهادهم جيد، اجتهادهم جيد، لكن فقط يحتاجون من يضعهم على السكر الحقيقية، من يضعهم بإذن الله في الطريق الصحيح. صحيح، هذا هو اللي خاص. إذا الكلام ذو شجون، أنا بعد العشاء إن شاء الله ميسر الله، ميسر الله بأن شعور تعب، لأن البارح من أستل خمسة وفقت سكري مع 9 ساعات، وهذا حال دائما في النوم، اللهم المستعان، لا أنام كثيرا إلى 4 ساعات، وهذا له تأثير على الصحة. ربما المنبهات القهوية كانت كثيرة، أو السفر، أو ربما مشاكل الرقية، الله أعلم، أو هموم الناس تحتاج إلى تأثير سلبي على العقل، الله أعلم. عندي قلة نوم وقلة قلة أكل، ولكن اليوم أنا أكل الحمد لله. كنا السمك اليوم بفضل الله، فالحمد لله رب العالمين. فييسر الله سبحانه وتعالى بعد العشاء، قد تكون هناك جلسة إن شاء الله أجيب فيها الأسئلة إن شاء الله تعالى. الإخوة قلت بغيت نجي الفندق نعس، والله ما نعست، والله العظيم ما نعست، يعني الآن ما غلطتش نهائيا، نعست والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. فجزا الله كل الإخوة والأخوات عني خيرا، وبعد العشاء لنا إن شاء الله ربما نتكلم على البشر حمو أو نجيب على المكالمات والاتصالات إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسألكم أحبتي في الله إخواني وأخواتي الدعاء لنا بكل خير. أنا لكن أتمنى منكم وأن تكثروا لي بالدعاء، من الدعاء، سواء هنا أو في صفحاتكم أو في سجاداتكم، في سجاداتكم بإذن الله تعالى، لأن يعني والله أحوج ما أحتاج إليه منكم وهو الدعاء، من سلاح الدعاء وسره مع الله عند الله عظيم جدا. فنسألكم الدعاء لنا بالسعادة والشفاء والخير والبركة والقبول والنصر على الأعداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.